أهلا وسهلا بكم أعزائنا متابعين برنامج موسيقانا على قناة بيورا. مجددا نلتقي بكم لنتناول موضوعا جديدا في الموسيقى الشرقية، يتناول العلامات والأزمنة الموسيقية اللذان هما العنصرين الأساسيين في التدوين الموسيقي اللحني. فما هي العلامات وما هي الأزمنة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في حلقة اليوم. كما قلنا سابقا، فإن الموسيقى هي لغة، ولكل لغة أحرف أبجدية تختص بها وتميزها عن باقي لغات العالم. أما بالنسبة للموسيقى فهي تختلف عن باقي اللغات بأنها تتألف من عنصرين: العلامات الموسيقية والأزمنة الموسيقية التي ترتبط بالعلامات والتي تغير طبيعتها وماهيتها كلما تغير الزمن المرتبط بهذه العلامات. ومن هنا نلاحظ مدى الاتساع الكبير في الاحتمالات الذي يجعل من الموسيقى فضاء واسعا يتيح للإنسان التحرك خلاله بسهولة وحرية وسط احتمالات لا متناهية من الجمل اللحنية. ما هي العلامات والأزمنة الموسيقية؟ العلامات الموسيقية هي 7 علامات تأتي تباعا وتفصل بينها مسافات أو أبعاد صوتية لتشكل فيما يعرف بالمدرج الموسيقي: دو، ري، مي، فا، صول، لا، سي. تختلف هذه العلامات من حيث الاهتزاز والطنين. أحياناً قد تتوافق هذه العلامات بدرجة الطنين وتختلف بدرجة الاهتزاز، فينشئ لدينا ما يعرف بالجواب والقرار للعلامة نفسها. هذا الاختلاف يشكل لدينا ما يعرف بالمسافات الصوتية أو الأبعاد، وهذه الأبعاد إما أن تكون كاملة أو ناقصة، وفي كل بعد أجزاء صغيرة تسمى بالكومة، ويكون في كل بعد 9 كومات إذا كان البعد كاملا، أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان البعد زائدا أو ناقصا تبعا لدرجة الزيادة أو النقصان، وعندها ينشأ لدينا ما يعرف بالعلامات المحولة. كما نلاحظ في الجدول أن المسافة التي تفصل بين علامة دو وعلامة ري، علامة ري وعلامة مي، هي مسافة كاملة، أي بعد كامل يتكون من 9 كومات. أما المسافة التي تفصل بين مي والفا فهي نصف بعد، أي 4.5 كومة، وهذا هو ما نقصد بالعلامات الزائدة أو الناقصة. الزمن هو مد من الوقت مرتبطة ببداية ونهاية ولها مقياس، والمقياس في الموسيقى هو الزمن الواحد أو ما يعرف بنوار الذي يتم تبطئته وتسريعه تبعا للجملة اللحنية، والمقياس الزمني الذي يضبط الجمل اللحنية ككل. وبناء عليه تم وضع عدد من الأزمنة الموسيقية سنتعرف عليها. كما نلاحظ في الجدول أن الأزمنة الموسيقية تتألف كما يلي: 4 أزمنة أو ما يعرف بالمستديرة أو الروند، وزمنان أو ما يعرف بالبيضاء أو البلانش، والزمن الواحد والذي هو وحدة القياس أو ما يعرف بالسوداء أو نوار، ونصف زمن واسمه ذات السن أو كروش، ربع زمن ذات السنين دبل كروش، 1/8 من الزمن أي ذات 3 سنون أو تريبل كروش. وفيما يلي جدولا لأسماء العلامات الموسيقية ابتداء من مطلق وتر اليكا أي صول قرار، انتهاء بجواب النوى أي جواب الصول، أي على مدى ديوانين كاملين، على اعتبار أن الديوان الثاني هو أجوبة لأصوات الديوان الأول، وسيتم ذكرها بمسمياتها الشرقية كما تم اعتمادها في مؤتمر الموسيقى العربية عام 1932 المنعقد بالمعهد الملكي للموسيقى بالقاهرة، وبمواقع تمركزها على المدرج الموسيقي وبمسمياتها في الموسيقى الغربية. نأتي إلى العلامة الأولى وهي علامة اليكاه أي قرار الصول، قرار الصول. يأتي بعدها قرار ميم حصار، قرار حصار، قرار تيك حصار،
عشيران، قرار نيم عجم، قرار عجم، عراق، كوشت، تيك كوشت، راست، نيم زركولة، زركولة، تيك زركولة، دوكا، نيم كرد، كرد، سيكا، بوساليك، تيك بوساليك، جهاركا، نيم حجاز، حجاز، تيك حجاز، نوى، أي جواب اليكا. هذا هو الديوان الأول. الديوان الثاني يبدأ من النوى، نيم حصار، حصار أو شوري، تيك حصار، حسيني، نيم عجم، عجم أو نيرز، أوج، نهفت، تيك نهفت، كردان أو ماهور، نيم شاهناز، شاهناز، تيك شاهناز، محير، نيم زوال، زوال أو سنبلة، بزرك، حسيني شد، تيك حسيني شد، ماهوران، جواب نيم حجاز، جواب حجاز، جواب تيك حجاز، جواب نوى أو رمل توتي، وهو جواب جواب الصول. ونلاحظ أيضا بأن علامات التحويل الشرقية والتي هي نصف بيمول أو نصف دييز دائما تأتي بمسمى نيم وتيك، بحيث يكون نصف البيمول بمسمى تيك ونصف الدييز بمسمى نيم. هكذا نكون قد تعرفنا على العلامات الموسيقية والأزمنة الموسيقية في الموسيقى الشرقية، وأتمنى أن أكون قد قدمت شرحا وافيا عنها. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، دمتم بحمد الله والسلام عليكم.